بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على تسميد الموالح أو شجر الليمون. طبعا شجر الليمون هي الأزمة اللي كانت قامت بسبب شجر الليمون، في طبعا بعض المشاكل بتقابل مزارعي شجر الليمون هو برنامج التسميد. طبعا برنامج التسميد مهم طبعا عشان الإنتاجية وعشان بعض المشاكل اللي بتقابل الشجر زي تساقط الأزهار زي قلة الإنتاج. طبعا في شجر ليمون كتير جدا موجود للأسف مهمل برضو في موضوع التسميد. طبعا زي ما حضراتكم شايفين بنشرح برنامج تسميد الليمون. طبعا في بنعمل دايرة أو خندق حوالين الشجرة، الدايرة دي طبعا بنحط عليها خلطة معينة من الكمبوست حوالي 15 كيلو مع 1 كيلو سوبر فوسفات مع ربع كيلو جرام كبريت زراعي. طبعا الخندق دوت بيترتب عليه او بيرجع لعمر الشجره قربه وبعده عن الشجره نفسها. طبعا في حضراتكم شايفين اللون الابيض اللي موجود داخل الدايره ديت، ببدا احط محسنات للتربه. محسنات للتربه زي الجبس الزراعي، طبعا بحط الجبس من 2 ل 3 كيلو حسب عمر الشجره. طبعا ضروره التقليب الجيد والعزيقه طبعا، لان طبعا لو ما عزقتوش وقلبته جيد بيبدا بيحصل له زي عمليه جمود اول ما تجيله الميه. طبعا توقيت التسميد العضوي في شهر نوفمبر وديسمبر ويناير، وطبعا اثناء الري بحط طبعا بعض المركبات العضويه او الاسمده الحيويه طبعا عشان تفيد الشجره وتكون بديله لليوريا والنترات. السماد البوتاسي طبعا له دفعتين في الشجره طبعا عشان موضوع تساقط الازهار وعشان بعض المشاكل اللي بتقابلني زي قله الانتاج. في مره بحط السماد البوتاسي في فبراير ومارس ومره في اغسطس. طبعا ميعاد النضج والطرح في وقتين طبعا، في مارس ومايو، مارس لمايو، وعندي من سبتمبر لنوفمبر. الشجر الليمون طبعا الفدان بياخد حوالي 140 شجرة، المسافة البينية بين كل شجر وشجرة من 5 في 6. الانتاجية طبعا على حسب الخدمة وعلى حسب نوع الأرض وعلى حسب الظروف اللي بتمر بيها الشجرة، بيبقى من 30 كيلو ل 50 كيلو ل 70 كيلو جرام. وأتمنى أن يكون وصلت معلومة لحضراتكم بالنسبة لبرنامج التسميد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكان معكم مهندس هاني زريق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.